بنتي عندها نزيف من يوم 19/7/2017 لحد الآن. الأول كان في نزف من المهبل والبراز، فجأة نزل من عينيه، من الأنف، من الأذن، من تحت الباط، من السرة، من السج، من اللثة والأسنان، من الضوافر، ومفيش حاجة. العرق الدموي بعد كده بقى ينزل عرق دموي من تحت الباط، من تحت الرقبة. كانت بتخاف، كانت بتخاف من ساعة ما الدم ينزل، كانت بتخاف، كانت تقعد تعيط. وصراحة ما كنت يعني كنت كانت نفسيتها كانت تعبانة لما بشوف هي كانت بتنزف قوي كده، كانت نفسيتها تعبانة جدا. بس دلوقتي بقى عادي. رحنا أكتر من حوالي 24 مستشفى في المنصورة وفي القاهرة، ما فيش لنا حل خالص. احنا في المستشفى ما كنت محجوزة بيها، يا اما كانت بتنزف نزيف الجامد ده كنا بنقوم منهم، كانوا يحللوا لها بنلاقيها 8، تاني يوم يحللوا لها 10. كانوا يقولوا يعني هي غريبة ازاي بتنزف النزيف ده كله ويعلى لوحده، حتى لو هي خدت حديد وخدت يعني خدت الفيتامينات دي كلها ما كانتش تعمل ما تعملش معاها حاجات دي كلها، تاخد فترة لما الانيميا بتاعتها تطلع. دي كانت بتطلع تاني يوم على طول. كلهم قالوا كلمة واحدة، قالوا ده يعتبر مرض غير موجود في الطب. حتى بالنسبة يعني الطفلة أول ما جابت عرق دموي اللي هو مثلا من تحت الرقبة تحت الباط، في أحد الأطباء قال يا ابني المرض ده يا قد ما يكون مكتوب اسم بس. يعني انت خدت مثلا على النت، تخش على النت مثلا تلاقي المرض ده اسم بس، لكن اللي عليه ابحاث ولا كلام ده كمان من الاطباء مش مننا، ممكن اي حد يخش على النت ويعرف ده اسم فقط لا غير. يعني لو مثلا اعراضه معروف، لكن لو مثلا عليه ابحاث عليه ما عليهوش اي حاجه خالص. طب يا جماعه انتوا قلتوا مثلا بالنسبه للنزيف اللي هو 8 اماكن بيجيبوا نزيف ده مش معروف، لكن بالنسبه للعرق الدموي ده مرض موجود بس ما عليهوش ابحاث ولا اي حاجه. طب انا كده ما استفدتش حاجه، ايه الفايده ان حضرتك تديني تشخيص وما عليهوش علاج وما عليهوش اي حاجه؟ احنا كده ما استفدتش. احنا بقالنا دخلنا في 6 سنين تعبنا، روحنا مستشفيات هنا في المنصورة وروحنا عيادات خاصة، لدرجة يعني اقول لحضرتك يعني احنا روحنا اطباء كبار اسماء بيجي على النت ورحنا لهم، والله اقول لك حاجة يعني بالاخر صعب عليا، ادونا الفلوس والله يا ابني انا مش قادر اعالج بنتك، خد الكشف وراه مش قادر اعالج. سهر هي راح دخل المدرسة وانا خايف عليها بجد، حتى اما هي كانت في دروس هي نزلت في الدرس والعيال يعني قعدوا يبصوا لها بصة وحشة وكلموا معايا وبعدوا عنها وهي خافت، وهي الوقت هي راح المدرسة. انا عايزاها تتعالج عشان حتى لما تروح واصحابها انك تنزف قدامهم ما يخافوش منها، وهي برضو يعني نفسيتها برضو ما تتعبش، يعني نفس اللي هي تتعالج.